بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، صل على النبي. شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله. وما زلنا في الباب الخاص بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الوردي عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر ابن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها. قال: وقالوا، قال سعد بن أبي وقاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل به فيقول: ارمي به. يعني المفترض في الأسهم التي ترمى في المعارك أن السهم بيكون قطعتين، قطعة من الخشب وفي آخر هذه القطعة من الخشب قطعة من الحديد مدببة، بحيث إذا انطلقت من القوس تصيب الإنسان الذي تصيبه أو الذي يأتي عليه هذا السهم. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لسيدنا سعد، وسيدنا سعد بن أبي وقاص معروف أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، كان يعطي له السهم خشب، يعني فيهوش نصر وفيهوش قطعة الحديد التي تصيب والتي تميت. والقوس مهما كان قوي ومهما كان اندفاعه قد يصيب لكنه أبدا لا يميت. يعني كأنك رميت إنسان بخشبة من بعيد خالص، مهما كانت قوة اندفاع هذه القطعة من الخشب فإنها لا تميت أبدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتحرك بالله ويفعل بالله لا بنفسه، فإن الله عز وجل كان يخرق له هذه العادة، فكان السهم ينطلق من قوس سعد ولا نصل به ولا حديدة فيه، وكان مع ذلك يميت المشركين. فالله عز وجل أعطى نبيه خاصية أو معجزة أن يميت بما لا يميت في العادة، ثم أعطى الله عز وجل لنبيه خاصية هي العكس من هذه، وهي أنه صلى الله عليه وسلم يحيي ويبرئ من إذا مرض أو من يمرض بفعل الأمور العادية، ويبرئه بأمور غير عادية. يعني المعتاد في إبراء المرضى أنه بيتناول دواء أو بيشرب مشروب أو يعني بياخد بأي سبب من هذه الأسباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرق الله عز وجل له هذه العادة، فكان يبرئ المرضى وذوي العاهات بغير سبب من هذه الأسباب. إذن يقول: وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت، وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحسن عينيه. يعني في قوس، ما هو المسلمين بيرموا أقواس والمشركين أيضا بيرموا، ماذا بيرموا؟ أقواس. ففي واحد من الصحابة أصيبت عينه حتى خرجت عينه، عينه إيه؟ خرجت من مكانها. والجماعة اللي بيعملوا على العمليات المية البيضاء عارفين الكلام ده، ان هو بيخرجوا الجزء ده خالص بره وبيشتغلوا جوه. الكلام ده يمكن معظمكم يعرفوش. فالعين بيخرجوها، الدائرية دي كده بيخرجوها، فخرجت
فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها مكانها. يقول راوي الحديث: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه، يعني أحسن عينيه نظرا وأصحهما من حيث قوة الإبصار والتماسك. وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن عياض عن ابن عمر بن قتادة، ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد. أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزيه وسرايا التي كان يبعثها كثيرة، الغزوات اللي حضراتكم بتقرؤوها في كتب السيرة دي أشهر ما حصل، لكن عدد الغزوات والسرايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المئات. ففي يوم ذي قرد، في هذا اليوم، يوم من الأيام، قرد جبل أسود بأعلى وادي النقمة شمال شرقي المدينة على قرابة 35 ميلا. ويوم ذي قرد ده يوم كان فيه غزوة من الغزوات الصغيرة اللي هي من الغزوات اللي ما كانش عدد المسلمين ولا الكفار فيها كبير، لكن حدث فيها اشتباك بين المسلمين وبين الكفار. المهم، في هذا اليوم في وجه صحابي من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجه هذا الصحابي. لماذا بصق في وجهه؟ لأنه أتى على وجهه سهم، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد، وقال: فما ضرب علي ولا قاح. ضرب يعني السهم بعد ما بيصيب الإنسان بيحصل إيه؟ بيضرب. يعني إيه بيضرب؟ يطلع دم، بيزيد، بيتقيح، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق في وجه هذا الصحابي، يعني تفل أو نفخ في موضع إصابة هذا السهم، كأنه لم يصب هذا الصحابي بهذا السهم. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، يعني يرد إلي بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين. مين بيقول لمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدل هذا الرجل الأعمى الذي يريد أن يرى. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيا. كل ذا كلام مين يا جماعة؟ كل ذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي يعلم هذا الرجل هذا الدعاء الذي فيه توسل واستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان الناس اللي بيقعدوا يقول لك ان التوسل بالنبي بدعة ولا يجوز وشرك وكذا، او الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز وشرك وكذا، النبي هو بنفسه هو الحديث في سنن النسائي هو الذي يعلم هذا الرجل ان يتوجه به الى ربه سبحانه وتعالى. النبي بيقول له تاني هو: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد، نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. يعني هذا الرجل فعل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الله سبحانه وتعالى عن بصره. قال: وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء. من ملاعب الأسنة؟ ملاعب الأسنة ده واحد اسمه عامر بن مالك. عامر بن مالك هذا قيل أسلم وقيل لم يسلم. طيب، إيه الاستسقاء؟ ايه مرض الاستسقاء ده؟ الاطباء يقولنا بقى تجمع ماء في مكان معين في البطن، في مكان معين، صح؟
طيب المهم ان هو اصابه هذا الايه هذا المرض فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان ابوه مختلف في اسلامه هو عامر بن مالك ده فابنه يبدو ان هو ايه ان هو مسلم. اصابه استسقاء فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده حثوه من الارض فتفل عليها. مين اللي عمل كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جزءا من الارض فتفل عليها ثم اعطاها رسوله فاخذها متعجبا يرى ان قد هزئ به فاتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده حثوه من الارض يعني جزءا من الارض فتفل عليها. النبي هياخد ايه من الارض؟ حب التراب. طبعا الرجل الان يعتقد انه ده احنا التراب ما بناكلهوش في اوقاتنا العاديه هاخده كعلاج يعني. طبعا يا اخوانا اللي يعرف طلاقه القدر الالهيه يعلم انه ارتباط الاسباب بالمسببات زي ما قلنا قبل كده كذا مره ارتباط ايه؟ ارتباط عادي ارتباط عادي بمعنى انه الله عز وجل اذا كان يخلق الريه في الماء فانه سبحانه وتعالى يستطيع ان يخلق بالماء شيئا اخر. فالله هو الذي يروي لا هذا الماء لذلك الله يستطيع ان ينزع الري عن الماء ويخلقه في شيء اخر اذا اراد ويستطيع ان يجعل البرد والسلام في النار مع ان العاده ان النار بتحرق كما فعل مع سيدنا ابراهيم عليه السلام وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فارتباط السبب بالمسبب ارتباط ايه؟ عادي. يعني ايه عادي؟ يعني الله جعل هذا بإذاء ذاك جعل هذا بعد هذا يستطيع من جعل هذا يحدث عقب هذا ان ينزع هذه الوصله الحادثه بين الامرين. طيب فأخذ بيده حثوة من الأرض يعني قبضة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا. أعطاها رسوله إيه؟ رسول من؟ هذا الرجل مريض في البيت وقاعد فبعت واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول أعطى رسول المريض. واضح؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رسول المريض فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به. هتعمل ايه حثوة التراب دي في هذا الرجل المريض؟ فأتاه بها وهو على شفا فشربها يعني قارب الهلاك. أتاه بها وهو كان على وشك أن يموت فشربها فشفاه الله تعالى. يعني كأنه هذا الرجل وضع هذا التراب في الماء ثم شربه فشفاه الله سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك ان كل واحد عنده استسقاء يا دكتوره وانت في المستشفى تجيب لهم حبه تراب مع حبه ميه وتقولي ده الطب النبوي؟ لا، دي كانت معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نزع من التراب الضرر اللي فيه الجراثيم والضرر التي تحدث في الجسم اذا ابتلع الانسان ترابا او اكله ووضع في التراب خاصيه ان يكون علاجا في هذا الوقت. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى هذا الرجل هذا التراب مش التراب هو اللي شفى، ولكن تفلة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فعلت ذلك خرقا للعادة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال فويك أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا. كل دي حكايات في ايه يا جماعة عشان نبقى ماسكين الخيط معانا من اوله؟ في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بماذا؟ بإبراء المرضى وشفاء ذوي الأسقام. ان اباه بيضت عيناه يعني عينه اصبح فيها ماذا؟ مية بيضة. فكان لا يبصر بهما شيئا فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر. نفث نفخ فإيه؟ فأبصر. فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في عينيه صارت عينه أقوى من المعتاد
أقوى من المعتاد، يعني مش رجعت لعادتها أو رجعت لطبيعتها، لا ده رجعت أقوى من المعتاد. فبيقول لك راوي الحديث رأيته عنده 80 سنة بيحط الفتلة في الإبرة، يعني عنده قوة إبصار شديدة. ورمي كلثوم بن حصين يوم أحد في نحره، يعني في رقبته. رمي بإيه؟ لما يرمى بيرمى بإيه؟ يرمى بسهم. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ. رمي بسهم أصابه فنزعوا، طبعا الكلام معناه كده، فنزعوا هذا السهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بصق، يعني تفل أو نفخ في مكان الجرح فبرئ. وتفل على شجة عبد الله بن أنيس، وتفل النبي صلى الله عليه وسلم على شجة. الشجة هي الجرح في الرأس أو الوجه، لذلك لما يقول لك وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، معناها إيه؟ أصيب في رأسه صلى الله عليه وسلم أو في وجهه. وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد، فلم تمد يعني لم تحصل فيها مدة، أو لم يخرج الجرح عن حالته المعتادة، أو لم يتمدد هذا الجرح بحيث يميت صاحبه. وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد، يعني لم يحصل فيها قيح أو لم تتمدد بحيث تهلكه. وتفل في عيني علي، طبعا وقعة سيدنا علي مشهورة جدا وكلنا حافظينها. وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رامدا. يوم خيبر ده حدث انه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصحابه لما حاصروا خيبر، وكان يعني في حصن من الحصون لا يستطيع المسلمين فتحه، وحاولوا يوما ويومين وثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. كل الصحابة رضي الله عنهم تطلعوا أن يكونوا هم هذا الرجل، يعني بعد المسلمين ما حاولوا فتح الحصن النبي قال إيه؟ الراية سأعطيها لرجل ممدود، سأمده ممدود ببركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يفتح الله. لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاطلعت أعناق الصحابة جميعا إلى أن يكونوا هم هذا الرجل الذي سيختاره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فسيدنا النبي أصبح في اليوم التالي وسأل على سيدنا علي رضي الله عنه. النبي طبعا في صلاة فيما أذكر يعني كان في صلاة الفجر، فتلفت حوله، فكان راوي الحديث يقول لك فكانت أعناق الصحابة كلها إيه ترتفع، حتى يعني إيه يعني يمكن يقصد لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر يمينا ويسارا فلم يجد سيدنا علي، فأين فقال لهم أين علي؟ قالوا إنه يشكو من رمد في عينيه، فبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه ثم أعطاه الراية. وتفل في عيني علي يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر، وكان رمدا يعني كانت يعني فيها رمد، فأصبح بارئا، يعني فبرئت عين علي كرم الله. ونفث يعني ونفخ أيضا، ونفخ نعم، على ضربة بساق سلمة بن الأكوع، يعني سلمة بن الأكوع هذا الصحابي ضرب في غزوة من الغزوات على ساقه. ضرب بماذا؟ ضرب بسيف أو بخنجر أو كذا. يوم خيبر فبرئت. وضربة النبي وتفلة النبي صلى الله عليه وسلم أو نفثة النبي صلى الله عليه وسلم على ضربة ساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر في الصحيح، وكذلك مسألة سيدنا علي وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه أيضا في الحديث رواه البخاري ومسلم. فأحاديث صحيحة ثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرئ أصحابه، وكان يعني يشفى أصحابه ببركة تفله ونفثه صلى الله عليه وسلم. قال وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت. وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه.
يعني علي بن الحكم يوم الخندق انكسرت ساقه، حد ضربها بسيف أو كذا فانكسرت وهو على فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في ساقه وردها مكانها فبرئت. واشتكى علي ابن أبي طالب فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفه أو عافه، ثم ضربه برجله، فما اشتكى ذلك الوجع بعد. يعني سيدنا علي رضي الله عنه لما اشتكى من مرض ألم به، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فبرئ. ضربه برجله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على موضع الألم، وضع رجله على ماذا؟ على موضع الألم، فما اشتكى ذلك الوجع بعد. وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ ابن عفراء، أبو جهل في يوم بدر قطع يد مين؟ معوذ. ومعوذ هذا طفل، كان طفل صغير، وأخوه معاذ، الاثنين جمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رسول الله نريد أن نحارب معك وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازهم. فدخلوا الحرب وهم عيال صغيرين 12 و13 و14 سنة، فقطعت يده، قطعها له أبو جهل، فجاء يحمل يده، يده مقطوعة وجاي شايلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله كده شايل إيديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها مكانها وبصق عليها فالتصقت وعادت كما كانت. ومن روايته أيضا أن خبيب بن يساف، ومن رواياته أيضا أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى نال شق، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح، وأتته امرأة من قطعهم معها صبي به بلاء لا يتكلم. طيب، خبيب بن يساف هذا صحابي أيضا أصيب يوم بدر بضربة على عاتقه، العاتق اللي هو المكان ده اللي هو بين الرقبة والكتف، حتى مال شقه، يعني الضربة إما إنها أثرت فيه فبقاش قادر يشيل الجزء دوت، أو هذا الجزء طار منه، أو هذا الجزء طار منه جزء، أو الكتف هذا طار منه جزء أو كذا، حتى مال شقه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح، يعني نفخ فيه حتى رجع كما كان. وأتته امرأة من قطعة معها صبي به بلاء لا يتكلم، فأتي بماء فمضمضتاه وغسل يده ثم أعطاها إياه وأمرها بتطهيره ونفسه به، فبرأ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس. يعني الولد كان كأنه أبله، أو يعني لا يستطيع الكلام أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أتى بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاه إياه، يعني خد بقايا ماء مضمضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقايا غسل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعرف حضراتكم السر في تسابق الصحابة ومنافسة الصحابة على ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه كانوا يتنافسوا على ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم؟ كده لأنه ليس ماء عاديا، ده ماء خالط جسد سيد الخلق، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم ليس جسدا عاديا، ده جسد منير فيه التوحيد، فالماء الذي سيخالطه لم يكون ماء عاديا وإنما ماء مبارك. ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به فبيأ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس، يعني ببركة هذا الماء صحي الولد دوت بعد ما كان ما بيعرفش يتكلم أو عقله ما بيجمعش أو كسر. وعن ابن عباس جاءت امرأة بإذن لها به جنون فمسعت صدره فتعتا فخرج من جوفه مثل الجر الأسود فتع. فشفي. جاءت امرأة بإذن لها به جنون فمسح صدره. مين اللي مسح صدر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح صدر هذا الولد المجنون. ففعة يعني قاء قيئة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود، حاجة سود، خرج من جوفه حاجة سود. فشوفي، حد من حضراتكم هيقول لي
هو الجنون ده حاجة حسية عشان يخرج منه حاجة سودة فيبقى عاقل؟ وهل معنى كده ان احنا نجيب المجانين وندور على الحاجة السودة اللي جواهم ديت فيصبحوا عقلاء بعد ذلك؟ الأمر ليس كذلك، لكن خد بالك معايا ان الأمور المعنوية، الأمور المعنوية قد تعامل معاملة الأمور الحسية، والأمور الحسية قد تعامل معاملة الأمور المعنوية. لو تتذكروا حضراتكم احنا بنقرأ مع بعض في هذا الكتاب في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ أتاه ملكان فشق صدره وقال هذا نصيب الشيطان منك، مش كده؟ ثم وضع فغسلاه بإناء في إناء من ذهب، استخرج صدر النبي وقلب النبي وغسلاه في إناء من ذهب، ثم وضع فيه العلم والحكمة. طب هو العلم والحكمة ده بكي يعني وضعه فيه ازاي العلم والحكمة؟ طب وكم كيلو مثلا علم وحكمة؟ الحاجات دي بتوزن او توضع؟ خد بالك ان الامور المعنوية هذه عند الله سبحانه وتعالى قد تتحول الى امور حسية وقد تعامل معاملة الامور الحسية. اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يحول هذه المعاني الى اشباح واجساد تتحرك، زي الحديث، حديث النبوي لما يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. إيه هو المدة؟ حاجة حسية عشان يذبح كمان؟ فإذا الله عز وجل قد يحول المعاني إلى محسوسات، قد يحول ماذا؟ المعاني إلى محسوسات. من هذا القبيل هذه الحادثة. الجنون ده معنى من المعاني، الجنون ده إيه؟ معنى من المعاني، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره فأخرج شيئا حسيا بإرادة الله سبحانه وتعالى فشفي. ماشي. وانكفأت الفجر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل، فمسح عليها ودعا له وكتب فيه فبرأ لحين. وكانت القدر طبعا معناها ايه؟ مياه مغلية، فهم كده؟ فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرئ لحينه، يعني وأثار الحرق اللي كانت في إيديه برئت أو شفيت أو لم يعد لها أثر. ماشي. وكانت في كف شريحبيل الزعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعيان الدبة، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم فنزال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها اثر. السلعه دي اللي هي ايه؟ قطعه من اللحم تمنعه القبض على السيف. يعني انت عشان تحكم القبض على السيف ها لازم يبقاش في موانع او في حائل بينك وبين السيف. فقطعه اللحم الزائده هذه كانت تجعله غير متمكن من السيف. كانت تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة، يعني يبدو أنها كانت قطعة لحم كبيرة، زي بنشوف بعض الناس في عندهم غدد لحمية بعضها كبير وبعضها صغير. فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفيه حتى رفعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاب كفه كده وقعد يطحنه كده، يعمل كده كان لحد ما دابت في إيده حتى رفعها، يعني كأنها صارت غير موجودة. فما زال يطحنها بكفيه حتى رفعها ولم يبق لها أثر. وسالته جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء، فقالت إنما أريد من الذي في فيك، فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه. فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها. شوفوا لما ذاقت مما ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت صفاتها. علشان كده العلماء بيقولوا يا جماعة إنه فضائل الصحابة الواردة في القرآن والسنة ليست لسبب في الصحابة. يعني أنت تتخيل حضرتك واحد 50 سنة ولا 40 سنة عايش في الكفر وشرب الخمور والمعاصي والمنكرات، ثم يتحول هذا التحول العجيب في سنوات قليلة، هل
جرت عادة البشر أن التحول يحدث بهذه السرعة، فكل من الصحابة تحولوا هذا التحول الرهيب من وأد البنات وشرب الخمور وزنا ومحرمات إلى ناس يبكون عند سماع آيات القرآن أو يجاهدون في سبيل الله أو يضحون بأنفسهم في سبيل الله. هذا التحول الرهيب معجزة في حد ذاته، معجزة في حد ذاته. هذه المعجزة لم تحدث لهؤلاء الصحابة إلا ببركة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما جم يعرفوا الصحابي قالوا هو كل مسلم رأى النبي، رأى النبي مش منه هو، لكن من أثر رؤية النبي. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في النفس الأعاجيب، تحدث في النفس الأعاجيب، وتغير الصفات وتغير الطباع وتغير صفاء القلب. فهذه الجارية كان فيها صفة غير محمودة، وهي إنها كانت قليلة الحياء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأعطاها، قالت لا أنا عايزة من اللي انت بتاكله اللي في بقك ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، وكان لا يرد سائلا قط صلى الله عليه وسلم، فأعطاها ما في فمه صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هذه الفتاة أيضا كانت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه محدش يعني لم تجري العادة أن حد يأكل مكان حد بهذا الشكل، إلا ها إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كان شخص محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قليلة الحياء، فقالت إنما أريد من الذي في فيك، فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه. فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منه. إذا تغيرت صفات هذه الفتاة، فبعد ما كانت قليلة الحياء صارت ماذا؟ أشد البنات حياء لبركة طعامي أو ببركة ذوق ما ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في إجابة دعائه، الفصل 21 في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة معلوم بالضرورة، وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدرك الدعوة ولده وولد ولده. حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حامد بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرامي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وبلده وذلك له فيما آتيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده، يعني بركة الدعوة توصل للأحفاد وأحفاد الأحفاد وهكذا. طيب قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. سيدنا أنس بعد هذه الدعوة يقول فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المئة، يعني ولاده ولاد ولاده أحفاده حوالين المية أو يزيدون على المئة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المئة. وفي رواية فما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصاب، ولقد نفذت ورقبته بيدي مئة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولد. وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصاب، ما الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي، والمية اتولدوا وعاشوا وكبروا مش سقط، يعني استمتع بوجودهم في الحياة. لا أقول سقطا ولا ولد ولد، مش أحفاد، لا دول أولاد. ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة،
قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهب. أو سيدنا النبي لما دعا سيدنا عبد الرحمن بالبركة عبد الرحمن بن عوف بالبركة صار سيدنا عبد الرحمن بن عوف أغنى الصحابة أو من أغنى الصحابة، حتى إنه لما توفي رضي الله عنه كانوا يقسمون ماله بالفؤوس. لسه هنقعد نعد، احنا نكوم الفؤوس كوام وكل واحد ياخد كوم وخلاص، هنعد ايه ولا ايه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له انفق يطلق الله قدميك على الصراط، ليه؟ لكثرة ماله رضي الله عنه. فأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بركة الدعوة دي هو بيعبر عنها وبيقول انه في كل حتة اروح ألاقي خير. يقول فلو رفعت حجرا، إنه كان شغال تاجر، فلو رفعت حجرا يعني أي حاجة بيشتغل فيها تكسب، فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيادي مجلت يعني تعبت الأيدي من التقسيم، عمالين الذهب كتير والفؤوس عمالة زي كأنك بتحفر في أرض. شوف انت كده لما تحفر في أرض، الفلاح اللي بيحفر الأرض كيف تتعب يده من أثر الفأس وحمل الفأس وحركة الفأس، أو نفس الكلام لما جم يقسموا تركته بالفؤوس تعبت الأيدي من حركة اليد مع الفأس، مما يدل على ماذا؟ على كثرة الذهب. وأخذت كل زوجة 80,000 وقلنا 4 وقيل 100,000 وقيل بل سلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على 80,000. إيه بقى 80,000؟ إيه 80,000؟ إيه هو 80,000؟ دينار. 80,000 دينار، طالما ذهب يبقى دينار على طول، طالما ذهب يبقى دينار، لو فضة يبقى درهم. فكل واحدة خدت 80,000 وكنا 4 وقيل 100,000. لما تيجي تحسب بقى وتشوف الدينار الذهبي كان بيساوي كم بيوزن كام ساعتها، كام جرام، وتيجي تحسب وتضرب الجرام دلوقتي بيساوي كام، ثم تضرب ثالث كل ده في 100,000 أو 80,000. وقيل بل سولحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على 80,000 وأوصى ب50,000 بعد صدقاته الفاشرة في حياته وعوارشه العظيم، وأعتق يوما 30 عبدا، وتصدق مرة بعير قافلة، تصدق بقافلة فيها طعام، فيها 700 بعير، 700 جمل كلها يحمل طعام. تصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. أحلاسها يعني كل حاجة عليها، يعني مش البضاعة بس، لا الجمل والسرج بتاعه والقعدة بتاعته والحاجات دي بفلوس، يعني كل حاجة طلعها كلها في سبيل الله. يعني ما قعدش يحنتف زي بعض الأغنياء لما بيجوا يتصدق يقول لك إيه، أنا هتصدق بالقافلة كلها بس هات لي اللجام دي عشان أنا عندي حاجات تانية أحط فيها، محتاجة اللجوم دي، فبدل ما نشتري تاني يعني ولسه هنصنع أو يعني نكلف حد يجيب لنا، لا هو راح إيه طلع كله. ماشي. ودعا لمعاوية للتمكين في البلاد فنال الخلاف، ولفعل من أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له، ودعا لعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. والنبي قال إنه بموت عمر ينكسر باب. فإذا كأنه الإسلام منحناه صار ينزل، والفتن أطلت برأسها بعد موت سيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه. كل هذا أيضا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصاب الناس في بعض مباديه عطش، فسأله عمر الدعاء فدعا، فجاءت سحابة فسقطهم حاجتهم ثم أقلع، ودعا في الاستسقاء فسقى، ثم شكوا إليه المطر فدعوا فصحوا. ودعا في الاستسقاء فسقوا، الاستسقاء صلاة الاستسقاء،
لما انقطع المطر عن الأرض ثم شكوا إليه المطر، يعني لما دعا نزل المطر كتير، يا رسول الله المطر كتير الحقنا، لأن ما كانوا مستقيم مية، دعا تاني فخلاص تصحوا يعني فانقطع الإيه؟ فانقطع المطر. وقال لأبي قتادة أفلح وجهك، أفلح وجهك، أفلح وجهك، أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. فنادى وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. أفلح وجهك اللهم بارك في شعره وبشره، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلته كأنه عمل عملية تجميل، ما بيكبرش، لا في تجاعيد ولا في شعر أبيض ولا في حاجة خالص. طيب، وقال ابن أبي لا يفضل الله فاك، فما سقطت له سن، فما سقطت له سن. لا يفضل الله فاك، طبعا العرب لما تقول لا فض فوك يعني إيه؟ لا فض فوك يعني كلامك جميل، خلاص كده ده المعنى الايه، ده المعنى المجازي للكلمه. وصار هذا المعنى المجازي من كثره انتشاره وكذا صار كانه هو المعنى الحقيقي، لكن اصلها ايه؟ لا فض الله فاك، الفاء البق ده مليان، مليان بايه؟ باسنان، خلاص كده. لا فض الله فاك يعني بقك ده ما يفضاش ابدا، فتفضل سنانك موجود، فده المعنى الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعجب بقول النابغة، بقول للنابغة، قال له إيه؟ لا يفضل الله فاك، فتحققت فيه الدعوة بمعنييها الحقيقي والمجازي، فصار النابغة يقول كلاما حسنا ومعناها الحقيقي إنه أسنانه فضلت فموقعتش، فما سقطت له، فما سقطت له سن. النابغة اسمه إيه؟ هو كان تحت المدان، وقال النابغة هو الجعدي واسمه قيس بن عبد الله. يبقى هو حديث النابغة الجعدي، نعم، يبقى النابغة الجعدي، نعم. أمال النابغة الذبياني ده إذا جاهلي ده ولا إيه؟ شعر جاهلي صح؟ لا يمكن أن يكون هو، بتشابه أسماء. وفي رواية، وفي رواية فكان أحسن الناس صقرا، إذا سقطت له سن نبتت له أخرى، وعاش 20 و100، وقيل أكثر من هذا. ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر الحبر، فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن. ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صف في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا إلا ربح إلا ربح فيه. ودعا للمغلان بالبركة فكانت عنده غرائر من المال، ودعا بمثله يعوض غرائر من المال، يعني شويلة مال، شويلة فلوس. ودعا بمثله، ودعا بمثله العروة بن أبي الجعد، فقال كنت أقوم البناة فما أرجع حتى أربح 40,000. فلقد كنت أقوم بالكناسة، دي مكان في الكوفة، فما أرجع حتى أربح 40,000. وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترط قرابة ربح فيه. وروى مثل هذا، وروي مثل هذا لغرقدة أيضا. غرقدة قال الحافظ وهو تصحيف، وإنما هو عن عروة لا عن غرقدة. غرقدة ده اسم، اسم 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 علم. وندد له ناقة فدعا فجاءه بها إعصار، إعصار ريح حتى ردها عليه. ندت له ناقة شردت، فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه. ودعا لأم أبي هريرة أسلم، ودعا لعلي أن يخفى الحر والقر، والقر، فكان يلبس في الشتاء ثياب ثياب الصيف، وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يصيبه حر ولا برد. ودعا الله لفاطمة ابنته ألا يجيعها، قالت فما جعد بعد. وسأله طفيل بن عمرو آية لقوله. الحاجات دي كلها نفهمها لما نفهم معنى ارتباط الأسباب بالمسببات. الارتباط بين الأسباب والمسببات يا جماعة كما قلنا ارتباط عادي وليس ارتباطا عقليا. يعني ارتباط عادي يعني الله يخلق الشبع عند الأكل لا بالأكل، فهم كده؟ فيستطيع الله تعالى بقدرته أن يشبع فلانا من الناس بالهوى، مجرد ما يتنفس بس كده يشبع، لأن الذي خلق الشبع في الطعام يخلقه في أي شيء آخر. ممكن تشبع بالنظر، يبقى إذن إيه؟
الله عز وجل على كل شيء قدير. ده معنى طاقة القدرة الإلهية، وده معنى خرق العادات. نحن اعتدنا على حاجة معينة إن الطعام بيشبع، فالله عز وجل يخرق هذه العادات فتكون معجزة حين يفعلها نبي أو تقع الولي. وسأله طفيل بن عمرو آية لقومه فقال: اللهم نور له، فسطع له نور بين عينيه، فقال: يا ربي أخاف أن يقول مثلة فتحول إلى طرف صوته، فكان يضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. طيب، الطفيل بن عمرو لما أسلم حب ان هو يدعو قومه للإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يروح لقومه بآية تدل على انه حدث له حدث عظيم، وانه هذا الدين الذي يدعوه هو دين حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم نور له، فسطع نور بين عينيه. سطع نور هنا، طلع النور هنا، فقال: يا ربي أخاف أن يقولوا مثلة. مثلة يعني عقوبة، مثلة يعني عقوبة. فتحول إلى طرف صوته، يعني صار النور فين؟ موجود في طرف الصوت بتاعه. فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور. عارفين انتوا كده الحاجات اللي هي الفسفورية اللي العيال يجيبوها دي؟ اهو ده حصل بعينه مع سيدنا الطفيل بن عمرو رضي الله، فسمي ذا النور لانه كان الصوت دوت بينور بالليل ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا على نورا فأفحطوا حتى استعطفته قريش، فدعا لهم فسوقوا، ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لذلك سياسة أقار الدنيا. كسرى تقريبا هو الملك الوحيد اللي قابل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة العنيفة. يعني مثلا لما تيجي تشوف مثلا عظيم الروم مثلا، أو هو ملك الحبشة، أو النجاشي، نعم، أو غيره من الملوك الذين راسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كانت ردهم مهذبة وإن لم يؤمنوا، وكانوا يردون الرسل على أحسن ما يكون، ما عدا كسرى هو الذي قطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: إيه، اللهم مزق ملكه. فلم تبق له باقية، مزقت فارس ودخلت في الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. يعني عادت فارس بعد ذلك، لم تعد أمة عظيمة كما كانت، وإن كان الآن الفرس أو الشيعة بيحاولوا يعيدوا إيران لأن تكون دولة عظيمة وكذا، لكن هذا لا يكون. ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد، وقال لرجل رآه يأكل بشماله: قل بيمينه، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه. يعني إيده وقفت في ساعتها. النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الرجل يقول له: قل بيمينك. فالرجل كبرا قال: لا أستطيع. يعني كأنه استنكف أن يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما أقدرش. فالنبي قال له: لا استطع، فلم يستطع أن يرفع يده بعد ذلك. ودعا على عتبة بن أبي لهب، وقال لعتبة بن أبي لهب: اللهم صلف عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. وقال لامرأة، طبعا لما أكله الأسد الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد دعوت أن يأكله كلب فأكله أسد، مش كلب يعني. فقال: إن الأسد كلب من كلاب الله. وقال لامرأة: أكلك الأسد، فأكله. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضع السلى على رقبته وهو سالم مع الطرف والدنى وتمناه. السلى دي بقى الأمعاء، هي البطن، الحاجات اللي بتبقى الأحشاء اللي تكون في بطن الحيوانات، كانوا يلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو بعض الصحابة. وقال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. ودعا على الحكم بن أبي العاص، وكان يرفيه و...
يعني إيه لما يشوف النبي كده يحرك عينه يحرك رقبته حركة معينة بحيث يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا بعض الناس بيعمل كده، يعمل كده هو يعني صاحبك جه مثلا او حاجات زي كده، فكان ايه يختلج برقبته يعني يحرك رقبته حركة معينة تدل على الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال كذلك قل، فلم يزل يختلج الى ان مات ودعا على محسن. خليك معايا بس شوية كده، كان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي استهزاء، يعني كان يرفض كل ما النبي يكلمه في حاجة إيه يحرك رقبته ماذا رفضا لكلامه واستهزاء. فقال النبي كن كذلك، فصارت دي لازمة، صارت هذه الحركة حركة عينه الاستهزاء دي، حركة رقبته الاستهزاء دي لازمة عنده، فكان كذلك إلى أن مات. ودعا على محلم بن بسامة فمات لسبع فلفظته الأرض، ثم روي فلفظته مرات فألقي بين صبين ورجم عليه الحجارة قبض جانب الوادي ودعا على محلم بن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض ثم ووريا، يعني حطوه في التراب تاني، فلفظته مرات، يعني يحطوه كل ما يحطوه يسكنوه في الأرض، الأرض يطلع من تحت الأرض، يجوا تاني يوم يلاقوا الأرض لفظاه، فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة، يعني حطوه كده على ظهر الأرض كما هو لكن في حتة جبلية ووضعوا فوقه الحجارة، ما يعملوا فيه إيه؟ وجحده رجل بيع فرس، وهي التي شهد فيها خزامة للنبي صلى الله عليه وسلم، خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الكرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تدارك له فيها، فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة. وهذا البيت أكثر من أن يحاط به. القصة دي عايز حضراتكم تقرؤوها النهاردة علشان تعرفوا إيه السبب اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة سيدنا خزيمة بشهادة رجلين. كان السبب في هذه القصة إن سيدنا خزيمة شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.